السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. ونتحول إلى الدار البيضاء مع أخينا السي عبد العلي. ألو، السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يطول يا عمرك. يا مرحبا. الله يجعل ربي يحفظك دنيا وآخرة. اللهم أمين أخويا. على هذا البرنامج زين غزال، الله يطول عمرك دنيا وآخرة، الله يجعل ربي يحفظك، الله يجعل ربي يحفظك. شكرا لك. الله يجعلك من أهل الجنة. يا ربي وجميع المؤمنين من أهل الجنة. الله يجعلك من أهل الجنة. يا ربي كريم. هادشي اللي غنترزو من عند الله. الله يطول يا عمرك باش ما نطولش عليك. ونختصر لك في الموضوع ديالي، تظلمت بزاف، تظلمت بزاف في حياتي. الله. أنا في عمري 61 سنة. تبارك الله. ورب أسرة. وتنخدم غارديان عند الريجيطابا واحد المدة طويلة ديال شي 26 سنة أو لا على 128 سنة غارديان ديال. نعم، بلا ما نسميو الأسماء ديال الشركات أو المؤسسات. نعم سي عبد العلي. عند زوج مار. لا بلا ما نسميو الشركة ونسمو كذا، يعني واحد المؤسسة. نعم نعم خويا. آه الله يطول عمرك. وخدمت واحد المدة طويلة، تسد هذاك الباب، مشيت قلبت على راسي في هذاك الشيء ديال سيكيريتي. إيه. لقيتها. مزيان. كما تظلمت سبحانك يا جالي، كما تظلمت في الشركة ديال هذا. نعم نعم. كروسمية. تظلمت عاوتاني في هذه الخدمة ديال كندير عساس سيكيريتي. الله الله الله. تظلمت الظلم الأول قلت لك ديال 28 سنة ديال الخدمة، وتظلمت الظلم الثاني عاوتاني، وسبحانك يا جليل، ولكن الحمد لله إيمان قوي بالله. واخا سي عبد العلي، قول لنا خويا، أشنا هي المظاهر ديال الظلم تعرضتي لها؟ واش ما عطاوش الأجرة ديالك؟ واش عاملوك معاملة سيئة؟ معاملة سيئة بحال الشركة. خدمت واحد المدة، وكان ترجعوا زعما نديروا شي سلاف ونقضيوا به مصالح الدار. عندي الفراش ما ماشي تاليه، بيت واحد، وخويا عنده السكر كيسكن معايا، مفروق مع المراه وعنده وليدات، وانا اللي هازو. عندي واحد خويا اخر مات هو ومات مرته، بقاو جوج وليدات صغار، مساكن في واحد الدار اخرى كعكارين في دار كرا، وضربوا مع الزمان هكا وهكا. ولا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. يا ربي يا كريم. وتنشوفوا زعما هذا الظلم اللي تظلمنا، تظلمت عاوتاني هنا، عاوتاني خدام معاهم. جات واحد الوقت واحد الخدمه في سيدي معروف بعيد عليا باش نبقى نمشي ونجي لها. اييه. ايوا بقيت خدام، المهم بقيت كنمشي واخا هكاك صابر، ان الله مع الصابرين. بقيت كنمشي لها. واحد الوقت ما زعما ما تلقاريطه فين غدبرك الشتا والبرد، واحد تكرفيسه وما كاينش الا الله هو اللي كيشوف. لا اله الا الله. ايوا صافي، هذيك اللي اضطريت باش هذيك الليله ما كملتش، تقهرت. مشيت عند الطبيب، مشيت ديرك الطبيب ديال سيدي عثمان. اييه. وصيفطوا لي رساله بان ما ابوندمون دو بوست، بان ما لقيناكش. المغادره ديال مقر العمل. اييه. ابوندمون دو بوست. اييه. فائده به، كانوا غادي يخرجوني غير شي وجوه بحال وجهك وداك الشيء. الله يطول عمرهم. واحد المحامي مسكين وواحد السيد مدير ديال الشركه. ايوا رجعت معاهم خدام، ولكن حيدوا لي ديك المده ديال السنوات اللي كنت خدام فيها، حيدوها لي. لا اله الا الله. رجعت خدام بكونترا فيها 6 شهور، كنت خدام معاهم 4 سنين والصرف. لا اله الا الله. وحيدوا لي هذا، ردوني دابا كونترا، راني الله باديها تقريبا، راه الله بديت فيها شهر واحد، شهر 12، شهر واحد، شهر جوج، شهر ثلاثة، دابا راه باقي لي 3 شهور أخرى عاوتاني، وداو فين ما درتي جددوا معاك كونترا. واش نقول لك؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله. الله يفرج عليك أخويا عبد العالي. الله يفرج عليك. يا ربي آمين. كنتسالوك الدعوات. الله يجعل يا ربي يا كريم الدنيا وآخرة. شكرا لك سي عبد العالي، شكرا لك أخويا، وحفظك الله ورعاك. ربما تدخلك جاء مناسبا، نحن الآن في أواخر مارس، يعني قريبا سوف نستقبل شهر ماي، وشهر ماي هو اليوم العالمي للطبقة الشغيلة. فاتح ماي معروف بأنه يوم عالمي للطبقة الشغيلة، وتم إحياؤه في سنوات خلت لما كان العمال والمستخدمون يخرجون إلى الشوارع ويطالبون ببعض الحقوق، وكانوا ينتظمون إذا كان هناك رفع الحنجرة
لفرد أو فردين أو جماعة قليلة قد لا تسمع، ولكن إذا انضموا تحت اللواء عمل نقابي منظم صوتهم يسمع، ومن ثم صار تكوين ما يسمى بالنقابات العمالية، وصارت هناك مسيرات. لماذا اختاروا فاتح ماي؟ لأنه في دول أوروبية تم ضرب العمال ضربا مبرحا، ودخلوا في عراك مع رجال الأمن والشرطة وسالت الدماء، ومن ثم قرروا ذلك اليوم هو يوم احتجاج ويوم وقفة تضامنية، وأقرته الأمم المتحدة، وصار هذا اليوم معمولا به في مختلف دول العالم ومنها أرض المغرب. بعد بضع سنين ما بقوش الناس في فاتح ماي كيديروا الاحتجاجات من أجل التنديد بسياسة القمع وسياسة التهميش والتحقير وسياسة التفقير، لا، ما بقوش كيتكلموا على الليبرالية المتوحشة اللي كتاكل عرق الناس، ولو كيتكلموا على الإنجازات. تغيرت فلسفة فاتح ماي، ولنا كل سنة نقف لكي نقول ماذا أنجزنا، يعني أن تكون العلاقة بين العمال وأرباب العمل علاقة شراكة، الشراكة المبنية على التعاون، يعني رب العمل هو محتاج للعامل، لأن بدون العامل رب العمل لا يكون، والعامل محتاج لرب المال ولرب المعمل، لأنه بدون رب المعمل هو ما يلقى خدمة، يعني كلهم محتاجين إلى بعضهم. هذه الفلسفة اللي تغيرت من منطق الصراع اللي كان مبني على الماركسية اللينينية، صراع الطبقات وصراع المصالح، صار منطق آخر، صراع ولا التعاون، منطق التعاون، منطق الشراكة بين العمال وأرباب العمل، وهذا أعطى واحد سنوات طويلة من الإنجاز. يعني الدول الأوروبية وصلت إلى مستوى كبير من التقدم والازدهار بفضل تغيير منطق وفلسفة الطبقة الشغيلة، العلاقة مبنية على التعاون، حتى ولو شركات يبدعون طرق معينة باش يكون المستخدم والموظف مرتاح، حتى أنهم حيدوا الطريقة الهرمية ديال التوظيف، يعني كان هناك مدير موارد بشرية في الأعلى على شكل هرمي بانوراميك، لا هذا ما خدامش، كان يديروا مثلا هدف، للأسف باقي عندنا في الإدارات العمومية في بلادنا وفي كثير من المؤسسات طبقة هرمية، رب العمل فوق وكان المدير الموارد البشرية وتحت منه وفي القاعدة واحد العمال كلهم مجموعين، هذا قديم كلاسيكي اللي باقي كيتعامل بهذا المنطق راه ما غيبلغش، حتى التقدم ومنطق الزمن يسير بسرعة ضوئية. ناس في أوروبا وأمريكا بفضل النضال دي الفاتح ماي ولو كيتعاملوا بمنطق ما يسمى بالعلاقة الدائرية، العلاقة الدائرية يعني كل مجموعة بعضياتهم وكيدروا إنجازات وكنعطوهم امتيازات، وكيف في الخدمة ديالهم كيشعروا بأنهم ينتمون لهذه المؤسسة وأنها ملكهم، فيدافعون عنها ويدافعون عن سمعتها ويعملون بكل جد وفناء لبقائها واستمرارها، وكيكونوا بعضياتهم إخوة متحابين متعاونين، ولو باترون ملي كينجحوا هذوك العمال يصفق لهم ويعانقهم، وبين الفين والأخرى يعقد معهم حفلات ولقاءات حتى يشعروا بأنهم جسد واحد. هكذا وصل الناس إلى، للأسف حنا كنسمعوا باقي هاد المعاملات ديال، لن يتغير الوضع، لأن الظلم هو واحد القيمة ربنا خلقها وستبقى إلى قيام الساعة. أخونا السي عبد العالي الآن كيشتكي بأنه تعرض للظلم، وحنا بغينا أيها الأحباب الكرام هذا الظلم نزيله من قلوبنا، وممكن أن نزيل الظلم من قلوبنا إذا عرفنا وتعرفنا عن حقيقة الظلم. الظلم والعياذ بالله شيء كريه عند الرحمن الله عز وجل، وهو مالك الملك، ماذا قال؟ يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، إياكم يا عبادي أن تتظلموا. فالذي يتعرض للظلم أفضل بكثير من الذي ظالم، إذا كان لك خيار اختار واحدة من الجوج، إما أن تكون ظالما وإما أن تكون مظلوما، ماذا تختار؟ إذ كان ولابد أختار أن أكون مظلوما، لأن المظلوم يبقى دائما ينال عطف الرحمن وعطف الخلق، أما الظالم فلينتظر أنه سوف يكسر وقد يسلط الله عليه من هو أظلم منه، هذه قاعدة سنة كونية، أي ظالم لا بد أن يسلط الله عليه ظالما أقوى منه، وكل رحيم
لابد أن يسخر له الله تعالى رحيما أرحم منه. هذه قاعدة قاعدة. اظلم سوف ترى بأن بعد مدة قليلة سوف تتعرض أنت نفسك للظلم الشنيع. ارحم سوف ترى بأنك سوف تتلقى رحمة واسعة. هذه قوانين كونية خلقها المولى جل جلاله. فأخي عبد العالي، هذا المسار اللي قلت ربما قد نلتمس بعض العذر، أن الظرفية الراهنة التي تمر بها بلادنا والعالم أجمع، جائحة الكورونا أثرت على الاقتصاد، أثرت على المقاولات، أثرت على الشركات، أثرت على مداخيل كل أصحاب التجارة وأصحاب الخدمات. فلربما أخي عبد العالي أن هاد الناس حتى هما عندهم إكراهات، إكراهات ضرائب، إكراهات كراء. إلى سولت دابا الآن الناس غيقول لك كلام آخر، وأعرف عدد منهم عندهم إما قاعة أفراح، وإما عندهم وكالات سفر ديال السفر خارج الوطن، وكالة الأسفار، أو عندهم مطاعم، أو عندهم مخبزات، أو عندهم، كلهم تأدوا. كيقول لك الكرام ما بقاش عندنا باش نخلصوه، الضوء ما عندوش المدخول. فلهذا نلتمس لهم العذر، هذه الظرفية إن شاء الله قريبا سوف تزول. إلا أن الفكرة اللي بغيت نقول لك أخي عبد العالي، باش ما نتشكوش بزاف من فتح معي، هذه ثقافة غربية، احنا عندنا واحد ثقافة أخرى غير الثقافة الغربية. ياك فتح ما يكون له عنده علاقة بمشكل ديال الرزق، دابا كتشكى السي عبد العالي أن هاد الناس عاملك معاملة سيئة، ما تديهاش فيهم. خذ أخويا عبد العالي واحد الفكرة مزيانة، البشر فيه الخير وكاين اللي فيه الشر، وأنت لست مختارا، غتدخل لواحد الدائرة أنت وزهرك، إما تلقى مع وجوه الخير يكرموك ويتهلاو فيك ويرحموك، إما تلقى مع ناس كيتعاملوا بالشدة. غنقول هؤلاء مرضى عندهم مرض القمع، كيحب انه يقمع الاخرين، كيحب انه يسخر من هذه مرض. ما تقولش هذاك ظالم، هذاك مريض، هذاك ما عندوش، هو مقلق، هو براسه خارج من داره حزين. لو كان سعيد في بيته وفي نفسه ما ظلم الاخرين وما ساء اليهم. اللي كتشوفوه يسيء للاخرين، يظلمهم ويحقرهم، واخا هو كبير في المقام وعنده واحد منصب عالي، اعلم بانه مريض، انه فاقد للسعاده، فاقد الشيء لا يعطيه. اش غتسنى منه غير القمع؟ لهذا تعامل معه ب سياسة اللامبالاة، اللامبالاة، ما كأنه غير موجود. وإذا وقع لك شيء، دابا كنحس بك أخويا عبد العالي بأنك أنت هاز في قلبك، هاز هذا المسار ديال 26 عام و 28 عام ديال الخدمة، وصلتي أنت الآن في 61 عام. المفروض أنك في هذا السن لي جون سينيور، يعني التقاعد، أن الإنسان لا نقول متقاعد، متقاعدا، متقاعدا، لا، لي جون سينيور الاوروبيين كيقول لك هذا شباب ما بعد الستين. انت في واحد السن ما خصك تخدم دابا الان، هذا السن هذا السياحه والراحه والعباده والنشاط وزياره العائله والاحباب صله الرحيم، وباقي غتخدم مازال. كنحس بك اخويا عبد العالي هاز الهم في قلبك، سنوات ديال الضياع. واحد النصيحه جوهريه خذها مني، بغيتك اخويا عبد العالي كل صباح حينما تستيقظ عاود الكونتور ازيرو، الكونتور ديالك عاودو ازيرو، يعني الماضي ديالك كله، سواء في حياتك الشخصيه مع زوجتك واولادك واخوتك واحبابك وجيرانك ومع الناس اللي في العمل، عاود الكونتور ازيرو. انا يلا بديت جديد، بحال حتى حاجه ما كاينه، انسى الماضي كله، ملي تلاقى معهم كانه لم تتعرض لظلم، سلم عليه وعنقو بخير وعلى خير. علاش اخويا؟ لان راه ما عندهم يعطيك حتى المال اللي انت كتشكى منه، ان بيتك الان ما عندكش باش تفرش، وخصك كريدي وما عندكش وثائق اللي هي صحيحه باش يقبلوك في البنكة يعطوه الكريدي. هادشي كله انت لست محتاج اليه. اذا تيقنت بان الله تعالى مالك الملك هو الغني، اخي عبد العالي انا مرزوق والله هو الرازق، والمرزوق يحتاج الى رازقه، وانا مالي مع الاخرين، ما عندي بهم علاقه، أنا كنتعامل مع رازقي هو الذي سوف يسخر لي الرزق. أنا 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 أنا, أنا مخلوق والله خالقي، الخالق يعطي. إلى حاولنا أيها الأحباب الكرام، وغنتكلموا كثير في الحلقات المقبلة على قوة الإيمان، غتعتقد اعتقاد جازم بأن ما كاين اللي غادي يعطيك وما كاين اللي غيقلع لك. أطمئن، ما تخافش من شي واحد غيدير لك رزقك، ما تخافش، ما كاينش أصلا غادي يدير لك رزقك، ما يقدرش. وثانيا ما كاينش شي واحد غادي يعطيك، لأن العاطي مولانا. إلى اعتقدتي بأن المعطي هو الله، والمانع هو الله، العطاء من الله، والمنع من الله، والعز من الله، والذل من الله، وكل شيء من الله، إذا درتي هذه العقيدة سوف يدهشك المولى، يدهشك.
سوف يعطيك من الخير ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. سوف يسخر لك الله تعالى دوك اللي في الخدمة، غيجعلهم كلهم أحبابك. ربي كيدير لهم إعادة البرمجة، يعني كيعاودوا الترانسفورماسيون من جديد، يعني لو باترون ديالك والمساعدين ديالو كلهم الله تعالى يقذف في قلوبهم وقلوبهم المحبة إليك. ربنا يجعلهم يحبونك ويحترمونك ويكرمونك. ومع الناس غتلقى بانهم ايضا يحبونك يحترمونك ويكرمونك، وغيجعل ربي عز وجل هذه المبادئ انت غادي وهي تبعك بحال الظل، محبه واحترام وكرم. شكون اللي عطاك هذه المظلة؟ هو الحق سبحانه. وحنا قلنا بالامس الايه اللي قال فيها الله عز وجل يمشي نورهم بين ايديهم، هناك اناس يمشون في الطريق والانوار تسبقهم. قبل ما يوصلوا للخدمة النور ديالو وصل للقلب ديال الباترون، وصل للمستخدمين، فتحوا قلوبهم وعقولهم وكيستقبلوا استقبال حسن، ثم ربنا يفتح له خزائن ملكه ويعطيك من حيث لا تحتسب. وغتلقى يا خويا هاد الثقافة الماركسية اللينينية ربما قد تكون منسجمة مع بعض الناس اللي هما ما عندهمش دين أو عندهم دين فيه تناقضات أو غير مقبول عقليا. نحن في الدين الإسلامي عندنا دخائر وعدنا كنوز كتخليك الحمد لله كتعيش في نعيم وكتلقى الخير إلى الأمام. أسأل الله الواحد الأحد الفرد الصمد يا أخي عبد العالي، اللهم تعالى يفتح لك أبواب الرزق يا رزاق يا رزاق يا رزاق، أرزق أخانا عبد العالي رزقا واسعا من حيث لا يحتسب. يا باسط يا باسط يا باسط، اللهم يا ربي أبسط له الرزق أبسط له الرزق أبسط له الرزق. اللهم يا معز يا معز يا معز، وارزقه العزة بين أهله وأحبابه وبين كل مستخدميه وكل أهله وأحبابه. اللهم يا رب يا كريم، وارزق كل أحبابنا الكرام، وارزقنا جميعا عزا وكرامة ورزقا وسؤددا. قولوا معنا جميعا آمين 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 يا رب يا كريم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.